اهلا بحضراتكم. انطلقت بالامس فعاليات منتدى البيئه والتنميه 2022 الطريق الى شرم الشيخ كوب 27، والحقيقه انه هذا المنتدى شديد الاهميه لانه نقدر نقول عليه منتدى تمهيدي قبل انعقاد قمه المناخ المرتقبه في شرم الشيخ نوفمبر ان شاء الله 2022، واللي بيتراسها سامح شكري وزير الخارجيه الوزير المعين لهذه الدوره مع دكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه. الحقيقه مصطلحات منتشره للغايه هذه الايام وخطط للدوله كتير جدا في مساله التحول للطاقه المتجدده والاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات الكربونيه وغيرها من المصطلحات اللي جميعها بتصب في خدمه البيئه. من هنا كانت اهميه هذا المنتدى اللي بيعقد في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر بالقاهرة تمهيدا أو انطلاقا بعدها لقمة المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية شيرين محمد، الكاتبة الصحفية بجريدة العالم اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، وقبل الدخول في تفاصيل خلينا مع حضرتك ومشاهدينا الأعزاء نتابع هذا التقرير ومن بعده نستأنف حوار. بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية والمياه والبيئة والكهرباء والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تم انطلاق منتدى البيئة والتنمية 2022 لاستعراض أجندة قمة المناخ بشرم الشيخ الذي يتضمن محاور ثمانية لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية. الحاجة بدأت ملحة للتوافق حول نموذج شامل التحول العالم يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية في دولنا ويسهم بشكل ملموس في قمع الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بما يسهم في دعم وتعزيز الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ. إن قضية التحول العاجل نحو مصادر الطاقة الجديدة وعلى رأسها الهيدروجين ستحتل موقعا هاما خلال مؤتمر شرم الشيخ على نحو نأمل أن يساهم في إحداث تقدم على هذا الصعيد. إننا في الإقليم العربي بحاجة ملحة لبناء قدراتنا على إدارة هذا الترابط بشكل فاعل على جميع المستويات. قدمت جامعة الدول العربية مؤخرا دراسة استراتيجية شاملة تتناول الموضوع، سيتم طرحها على القمة العربية المقبلة بالجزائر للنظر في اعتمادها في أول نوفمبر القادم، وهي دراسة تكاملية تعتمد فلسفة أكثر شمولا. أننا لا نستطيع أن نختزل موضوعات الاستدامة في بند واحد يرتبط بتغيرات المناخ أو بتخفيض الانبعاثات الكربونية مع خطورة كل منهما، ولكن ينبغي أن نتبنى منهجا شاملا تأكدت أهميته في كل مناقشاتنا وتتناوله قمة المناخ في محاورها المختلفة. ولا خير في استثمارات تخفض من الأضرار المرتبطة بتغيرات المناخ ويترتب عليها في ذات الوقت زيادة في الفقر أو زيادة في البطالة أو مشكلات في العدالة. كما تم خلال المنتدى العمل على اقتراح توصيات لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ وتحديد التحديات الرئيسة التي تواجه تلك التغيرات مع وضع أفضل الاستراتيجيات للتنمية المستدامة اللازمة للتغلب على تلك التحديات. عمل صندوق لتمويل مشروعات البيئة والمشروعات الخضراء. النوع الأمر الثاني هو إنشاء فند أو صندوق برضو علشان مواجهة التغيرات السلبية. إيه التغيرات السلبية؟ فدول لو وافقوا عليهم، وخصوصا الدول المتقدمة، هيبقى موضوع مهم بالنسبة للتوصيات. يعني نأمل إنه من خلال المرحلة الجاية إنه يتم بلورة هذه المبادرات في أكشن أو في إجراءات وتدابير على أرض الواقع تسرع من وتيرة المشروعات لمواجهة تغيرات المناخ وإيجاد التمويل اللازم لها. والفكرة احنا مش بنتكلم بس على إنه عشان كوب 27، لكن ماذا بعد 27؟ ما هي خريطة الطريق بعد 27 حتى يمكن للعالم أن يدعم ويتبنى مثل هذه المبادرات؟ فهذا هو المنتدى، يعد محفل ومنصة
لتبادل الرؤى حول هذه النقاط. عندنا يعني تأثيرات كبيرة جدا، وما نخرج به من تصورات إن شاء الله سيساعد في فهم أسباب التغيرات هذه ومعالجتها بطريقة شمولية ووضع الأطر اللازمة، ليس فقط من ناحية علمية ولكن من نواحي اقتصادية، من نواحي مالية، بناء القدرات على كافة الأصعدة التي لها علاقة مع الاقتصاد والزراعة والطاقة والغذاء. التغيرات المناخية وما أحدثته من أزمات وكوارث عالمية بما يدعو لتكاتف دول العالم أجمع لتكون توصيات مؤتمر شرم الشيخ المقبل واقعا ملموسا. محمد حلمي، النيل. مرة تانية أهلا بحضراتكم، والحديث عن منتدى التنمية والبيئة 2022، الطريق إلى شرم الشيخ COP27، وضيفتي الكريمة أستاذة شيرين محمد الكاتبة الصحفية بجريدة العالم اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة. بيكثر الحديث جدا عن فكرة الاقتصاد الأخضر، إحنا هنا بنتكلم عن اقتصاد باعتقادنا القديم إنه مكلف، إنه باهظ، إنه شوية هنحتاج وقت عشان نطبقه، ولا إحنا هنا بنتكلم عن اقتصاد حتمي وضروري وتنموي وأيضا تكلفته أصبحت أقل؟ هو بالفعل هو لم يعد رفاهية، يعني الاقتصاد الأخضر أو التحول للاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية كما كان في السابق، أو الحديث عليه كان حديث عن تطور في المستقبل كنا بنشوف إنه نوع من الرفاهية، هو مش رفاهية تماما قد ما هو النهاردة أصبح ضرورة وملحة، وبنبص لها بمنطق تاني خالص، وهو اللي بيحقق الاستدامة، يعني إن يكون التنمية مستمرة وتستفيد من الأجيال القادمة. حتى لو النهاردة أنا شايف إن عشان أقدر أتحضر للأخضر زي ما بنقول أو بمعنى أدق إن أنا أجهز البنية التحتية بشكل مختلف عشان أكون قادر على إن أكون متوافق مع المعايير البيئية وتقليل انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، حتى لو كان ده مكلف بعض الشيء ولكنه منخفض التكلفة على الأمد الطويل، لأن النهاردة العمل على تقليل انبعاثات الكربون وإقامة مشروعات تكون أقل يعني إضرار بالبيئة أصبح ضرورة مهمة جدا، لأن العالم كله بيواجه المخاطر الخاصة بالتغيرات المناخية. والنهاردة بنجد أن بدأ الاهتمام بالمسألة دي منذ عام 2015 لما تم عقد أول قمة، وكان في البداية كان البعض بيجد أن الأمر يعني إزاي بنحضر القمة بتتكلم عن التغيرات المناخية وإحنا عندنا أمور اقتصادية وبطالة وفقر ومشاكل أخرى، إحنا بنشوف أن هي دي مشاكل جوهرية وظاهرة. اللي بعد فترة قدرنا نفطن لنقطة ان التغيرات المناخية دي بتعكس ايضا مشاكل في قطاعات اخرى. صحيح. يعني التغير المناخي يعني وفقا للابحاث والدراسات اللي تم وضعها بيجد ان يحصل تغير فظيع جدا وكبير وحاد في الطبيعة المناخية والجغرافية لدول كتير جدا. وده بناء عليها يتأثر على مستوى الزراعة، على مستوى صناعة، على مستوى اقتصادات هذه الدول. وبالتالي هيأثر على المواطنين في هذه الدول. والمشكلة الاكبر اللي العالم كله يعني وقف عندها ان الدول الأقل فقراً والدول المحرومة من الخدمات واللي هي أقل تأثيراً في وجود انبعاثات الكربون هي الأقل تعرضاً للتكلفة. يعني هي اللي بمعنى أدق بتدفع ثمن التغيرات المناخية والتلوث البيئي واللي تسببت فيها الدول الصناعية والدول المتقدمة. ومن هنا كان الدور الريادي لمصر في أننا بما أننا دايماً لينا دور ريادي في القارة السمراء والقارة الإفريقية، فكان عندنا في COP27 في نوفمبر المقبل إحنا استضفنا الاجتماعات والمؤتمر، وفي نفس الوقت هنا إحنا مش بنعمل قمة دورية يعني زي ما بيحصل كل سنة أو زي المؤتمرات السابقة سواء في الدورة 26 أو ما قبلها، إننا هنا بنقف على نقطة مهمة جداً وأعتقد أن القيادة السياسية المصرية كانت ركزت عليها في كل الاجتماعات، وهي فين الدعم أو المساندة لدول القارة السمراء والدول اللي هي أقل تأثيرا في التلوث البيئي، وفي نفس الوقت هي معرضة أنها تكون هي الأكثر عرضة لدفع الغرامة دي أو الثمن للتكلفة البيئية. صحيح. حضرتك كنت بين الحضور بالأمس في افتتاح في هذا المنتدى، منتدى البيئة والتنمية 2022. أولا أهمية أن يعقد هذا المنتدى، ثانيا انطباعات حضرتك عن اليوم الأول، احنا عارفين هو إن شاء الله يختتم بكرة، إنما انطباع حضرتك كحاضرة أو كشاهدة عيان يعني من قلب الحدث في
في المنتدى بالأمس؟ في الحقيقة كان في حضور مكثف جدا، سواء على مستوى زي ما شفنا مجموعة كبيرة من الخبراء اللي هم متخصصين جدا في مجال الموارد المائية ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنشوف خبراء على مستوى عالي جدا من الكفاءة، بنجد ان المناقشات كانت سرية للغاية. يعني مع احنا لأول مرة بنضع ايدنا على المشاكل بالتحديد، يعني مش مجرد سرد لمشكلة التغيرات المناخية او الدول المعرضة للضرر، بقدر ما هو كان وقوف على حلول جديدة. بمعنى وجود حلول تمويلية، يعني نجد البنوك كانت مشاركة بقوة ايضا. كان في معارض يعني في معرض بيعرض للبنوك دورها، كل بنك بيقدم ايه ممكن كتمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات اللي بتعزز الاقتصاد الاخضر. وهنا انا عايزة الفت النظر لنقطة مهمة جدا، ان النهاردة التمويل الاخضر كمان من المصارف اصبح غير مكلف. يعني النهاردة عندي المؤسسات الدولية والتنموية بتقدر تديني تمويل بعائد مميز جدا، بشرط ان البنك هنا في مصر او القطاع المصرفي يقدر يعيد تمويل لاصحاب المشروعات وتكون موجهه لهذا الغرض. فهنا يعني اعتقد ان في تكاتف او في زي تزامن للسلاسل يعني بين كل مرحله. احنا اطلقنا المبادره الوطنيه للاقتصاد الاخضر على مستوى المحافظات الجمهوريه، بيتبعها ان في اهتمام من المؤسسات التمويليه لتقديم برامج تعزز الاقتصاد الاخضر، في اهتمام على المستوى الدولي والاقليمي من المؤسسات التنمويه الكبرى زي البنوك الدوليه الكبرى. هذا المنتدى يقام برعاية وتنظيم للمجلس العربي للمياه، والحقيقة أنه ده دور مهم، لكن لابد الانتباه أو لابد من طرح السؤال، إذا كنا بنتكلم هنا عن تغيرات مناخية، هل البداية تكون من عند المجلس العربي للمياه؟ يعني تكون من عند الاهتمام بمنطقة المياه؟ إحنا شايفين أو متابعين أنه بعض الدول أصبح فيها النهاردة جفاف، أنهارها مهددة، ودول أخرى تعاني من فيضانات واضحة بشكل كبير، وده مرشح للزيادة في الحالتين، سواء جفاف أو فيضان مرشح للزيادة. فأن يكون الاهتمام من المجلس العربي للمياه ده شيء يحسب له بالتأكيد، لكن نبتدي من عند المجلس العربي للمياه، نبتدي من التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه أو العكس، ولا ده شق من ضمن كتير من النقاط اللي ممكن نتكلم فيها على مسألة التغيرات المناخية؟ هو بالطبع هو جزء من كل زي ما حضرتك ذكرتي، ولكنه أهم جزء في في المسألة. وعلى فكرة أنا عايزة يعني أشير نقطة مهمة جدا، إن المجلس العربي للمياه هو مجلس قوي جدا يعني فيما يتعلق بالدراسات الاقتصادية والأبحاث المائية، وعلى فكرة كان ليه أبحاث كبيرة جدا من فترات طويلة ومن سنوات طويلة، ولكن أنا يعني شايفة ودي حاجة يعني إيجابية جدا، تحسي حضرتك أن أنت بتشعري بالفخر بيها، أن أصبح في اهتمام كبير جدا بالمجالس الخاصة بالأمور التخصصية، سواء بقى في مجال المية، في الطاقة الجديدة والمتجددة، في تحلية المياه، في الطاقة يعني ناتجة عن الرياح أو عن الطاقة الشمسية. فبنجد أن أصبح في تركيز على أهمية الأبحاث دي عن فترات سابقة، وده برز بقوة في المؤتمر أو المنتدى، وكان واضح جدا أن كان في جلسات ومناقشات بتعرض الأبحاث اللي كان متوصل ليها من قبل المجلس والدراسات اللي عنده ورؤيته. لأن أنا زي ما ذكرت لحضرتك أن يعني الكاب 27 اللي هيعقد في شرم الشيخ مش هيكون مجرد طرح لمجرد المشاكل، إحنا هنخرج إن شاء الله بحلول وبحلول جوهرية، ويعني زي قابلة وثيقة للتنفيذ، يعني قابلة للتنفيذ ووثيقة ملزمة اتجاه دول الأكثر تعرضا للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، رغم أنها الأقل تأثيرا في وجود هذه الظاهرة. فطبعا زي ما حضرتك ذكرتي أن المية طبعا هي أهم مشكلة بتواجه القارة السمراء، وخاصة مع يعني اختلاف التغير المناخي، وارد جدا أن نجد فقر مائي وجفاف، وطبعا ده بنستعدله من خلال محطات التحلية، من البحث عن وسائل بديلة والدراسات المائية، وفي نفس الوقت لازم يكون في دور مماثل وتمويلي وداعم من الدول المتقدمة اللي هي شاركت في هذه النتائج. نقطة تانية اللي حضرتك ذكرتيها، ان ده مش كل شيء، ان احنا عندنا برضو اهتمام باننا نشوف ايه هي يعني وسائل الطاقة الجديدة المتجددة. وممكن زي ما ذكرنا وكنا بنتكلم ان ممكن بعض المواطنين يعني يروا ان ده امر بعيد جدا عن اهتماماتنا، ولكنه في صلب اهتماماتنا. صحيح. لاننا بنستعد للقادم، بمعنى اننا مش هننتظر لما نشوف نتائج التغيرات المناخية على بلدنا ايه، او على بعض المحافظات، او على بعض المناطق الساحلية او غيرها،
لا احنا نستعد لده بعدد كبير جدا من البدائل والوسائل البديله للطاقه. وفكره الاجراءات الاستباقيه طول الوقت يعني احنا لسنا بعيدين عن فكره التغير واحنا لامسين ده بالفعل. ده حقيقي يعني كمان احنا عندنا الشمس ممكن نستفيد من الطاقه الشمسيه، عندنا طاقه الرياح، عندنا بدائل عديده. بدانا في محطات التحليه، النهارده ما بقاش الدور رفاهيه ولم يقتصر على المؤسسات يعني الحكوميه او على الدوله، فبنجد النهارده في دور تنموي من خلال المؤسسات سواء على مستوى الشركات او على مستوى المصارف او على مستوى كافه الجهات الاقتصاديه، ان هي كمان يكون لها دور في اقامه هذه المحطات. يعني يكون كل النهارده كل مشروع بيتم اقامته سواء كان مشروع عقاري او يعني اقتصادي سواء صناعي، بيكون فيه اهتمام ان يكون في محطه لتحليه المياه، بيكون فيه اهتمام ان يكون في محطه طاقه جديده ومتجدده مولده للطاقه. فاصبح كل المؤسسات الجديده اللي بتنتهج انها تقيم مشروعات انها تراعي البعد البيئي، وانها من البدايه تجهز البنيه التحتيه ان يكون اعتمادها على الطاقه على الوسائل الطبيعيه والصديقه للبيئه. نعم، حياه كريمه بالفعل وحضرتك فعلا زي ما ذكرتي مع كل إن المبادره الوطنيه فيها في شق منها خاص بحياه كريمه. صحيح. ان حاليا القرى اللي بيتم تطويرها هيكون في مراعاه البعد البيئي فيها، وان المباني تكون صديقه للبيئه، واستخدام الطاقه يكون موفر للطاقه ومن خلال وسائل او الطاقه البديله. طيب احنا في شويه مصطلحات بنسمعها ممكن شويه تكون صعبه على غير المتخصصين، واحب انا كمان اعرفها، زي فكره السندات، زي فكره التمويل الاخضر، كلها صحيح مصطلحات مرتبطه بالاقتصاد الجديد او الاقتصاد الاخضر، خلينا نقول وده المعنى الادق او التسميه الادق يعني، انما مهم نعرف تاثير هذه المصطلحات وتواجدها الكبير بالشكل ده على الاقتصاد القادم لمصر. هو بالفعل حتى في مناقشات المنتدى كان في مناقشه لاحد البنوك يعني البنوك الكبرى المصريه اللي هي متواجده في السوق المصري واللي بتستثمر في السوق المصري بقوه، ان البنك ده كان ليه دور كبير جدا في اصدار سندات خضراء، وعنده استراتيجيه مع وزاره الماليه ان يتم وضع خطه لاصدار سندات خضراء اخرى في الفتره المقبله. طبعا انا هخرج من القوالب الثابته والحديث عنها كسندات او صكوك خضراء بقدر ما نتكلم يعني ايه هي ليه خضراء. احنا بنقول عليها خضراء علشان هي يعني غير يعني النهارده هي صديقه للبيئه، هي في فايده او عائد ايجابي عايد علينا كلنا منها. فمش مجرد استثمار او اموال بتوقف مشروعات، ما انا عندي مشروعات قوميه كبيره ومشروعات استثماريه كبيره تمت في سنوات سابقه وحققت عوائد واستفدنا منها وحققت فرص عمل، ولكنها اضرت بعض الشيء بالبعد البيئي وما كناش في الفتره السابقه بنقيس الاثر البيئي للمشروعات اللي بيتم اقامتها. النهارده انا لما بطرح هذه الاصدارات هي اصدارات بتكون بقيم ماليه معينه سواء بيتم طرحها للمستثمرين في الخارج وممكن في جزء منها بيتم في الداخل، بيكون الغرض منها ايه؟ ان انا كلمة خضراء ان انا بقول لحضرتك ولأي مستثمر انا هضع العوائد بتاعة السندات هنا في اغراض تنموية، يعني في مشروع هكون متأكد انه يوفر فرص عمل، هكون متأكد انه بيحقق البعد البيئي، يعني مش بيخرج منه اي انبعاثات بتلوث البيئة او بتضر بصحة المواطنين، في نفس الوقت بيحقق عوائد ايجابيه. يبقى حضرتك حققتي عائد على استثماراتك، في نفس الوقت انا قدرت اعمل مشروع ايجابي لا يضر بالبيئه. بعد كده في عندنا بصمه كربونيه او المؤسسات هيكون عندها شهاده هتحدد هي لاي مدى مش بتصدر من خلال مشروعاتها انبعاثات كربون، يعني ازاي حتى على مستوى المكاتب الاداريه نفسها ان انا لاي مدى الورق اللي بيخرج حتى من المؤسسه انا بخرجه بعيد تدويره. نعم. تدويره مش بيبقى مجرد مثلا مهملات بتضر بالبيئه، ازاي ان انا كل عندي محطه طاقه في المبنى بتاع المؤسسه بتاع المصنع بتاع المشروع. فهنا يعني ده الالتزامات دي كلها بيتم التاكيد عليها كاشتراطات لاي جهه بتستفيد من التمويلات بتاعه المشروع ده او السندات دي. نعم. ازاي ممكن، وده سؤالي الاخير لحضرتك، ازاي ممكن نتوسع في تطبيق الطاقه المتجدده في كافه المؤسسات؟ ازاي مصر ممكن تكون نقطه انطلاق وبؤره لتصدير او على الاقل لتواجد الطاقة المتجددة على أرضها
والاستغناء عن الأشكال التقليدية من أشكال الطاقة. احنا بالفعل يعني بدأنا مبكرا يعني وكان عندنا خطوات استباقية يمكن في آخر 7 سنوات وجدنا ان في فعلا كان دور كبير جدا ان بدأ فيه اهتمام. يعني احنا بدأنا من فترة سابقة نلزم المؤسسات بانها بنلجم المؤسسات المالية والمصرفية بتقوم بإعداد تقارير استدامة مالية وبتحدد هي لأي مدى مطبقة المعايير البيئية وازاي هي عاملة عنصر استدامة انها فترة اطول تقدر انها تحقق توصل انها تبقى اقل في انبعاثات الكربون اقل في استخدام الوسائل التقليدية وتوجه نحو التحول الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. وعندنا محطات طاقة شمسية كبرى جدا يعني ما نقدرش نغفل محطة يعني الضخمة والعالم كله انبهر بيها بنبان وزي هي يعني مولد كبير جدا للطاقة. وعندنا خطط ان يكون عندنا محطات اكتر بجانب محطات تحلية المياه بجانب دورنا الريادي ان احنا نساعد اشقائنا في القارة السمراء ان هم كمان ينتهجوا نهج زي ده وتكون لمصر دور ريادي دي مش بس على مستوى مصر انها بتكون يعني زي ما عهدنا بيها دايما انها رائده في المساله دي وانها بتوجه القاره السمراء كلها انها تكون ازاي تكون صديقه للبيئه وازاي تستفيد من الوسائل الجديده دي وازاي تقدر الدول المتقدمه تعوضها عن الضرر اللي هيلحق بيها. واعتقد ان كوب 27 هيكون في مصر هيكون مختلف ونخرج بنتائج ايجابيه قابله للتنفيذ. شرفتينا استاذه شيرين. شكرا جزيلا على وقتك. الكاتبه الصحفية أستاذة شيرين محمد الكاتبة الصحفية بجريدة العالم اليوم كانت معنا في قراءة لفعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى شرم الشيخ كوب 27. هذا المنتدى الذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر تمهيدا لاستقبال مصر وتنظيم مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله. مستمرين مع حضراتكم في فقرة هذا الصباح مع محمد عبدالله وشهاب شعلان.